اهلا وسهلا يا اصدقاء، كيفكم؟ شو الاخبار؟ معكم رفيق من قناة تريكو رايز. اليوم عنا القسم التاسع والاخير من انمي فجر يونا. اذا ما كنتوا شفتوا الاجزاء السابقة فهل الموجودين فوق او بصدق الوصف، وهيا لنبدأ. بالفيديو السابق شفنا كيف يونا قابلت سوون بالمدينة، فقال سوون وهو مندهش: معقول هي انتي عايشة؟ سمعت انك متي بمنحدرات الجبال الشمالية. وكانت يونا مصدومة وعم ترجف، واجت براسها كل ذكرياتهم سوا. وسوون سألها: شو عم تساوي هون؟ وينو هاك؟ لا، هذا سؤال غبي، انت بأمان، انا واثق انه السبب هو هاك اللي عم بيخاطر بحياتي ولحمايتك. انا هون لأتحقق من موضوع، لاني سمعت انه حاكم قوة يان كوميجي كان عم بيقوم باعمال غير قانونية مع بلد تاني. ويونا كانت ساكتة وعم ترجف وما قدرت تحكي شي، وفجأة اجوا جنود سوون، فخافت يونا وكانت رح تهرب، فمسكها سوون وقربها لعنده وغطاها بردائه مشان ما يشوف هالجنود. ويونا قالت له: تركني، وهو ضل ماسكها وقال لها: اهدي لا تتحركي. وقائد الجنود قال له: ما بيجوز تمشي لحالك هيك. فرد عليه سوون: بعتذر، انا بس متحمس لوجودي بمدينة جديدة. فقال له القائد: انت متحمس لهيك انت مع امرأة مو هيك؟ فضحك سوون وقال له: من فضلك يا قائد لا تحرجني. فقال له القائد: مغازلتك للنساء ما بتخصني، بس هذا مو مناسب اثناء اداء مهمة استطلاعية سرية. فقال له سوون: تمام، بس وينو كوميجي؟ فرد عليه القائد: هو مفقود من مبارح لما كان بطريقه لبيع العبيد لامبراطورية كاي، هاجموا مجموعة من القراصنة. ويونا كانت عم تسمع الحكي وشافت سيف سوون، فامتلأت عيونها بالانتقام ومسكت السيف لتقتله. بس سوون مسك لإيده وقال لقائد الجنود: سمعت إشاعات عن اختطاف البشر بس ما لقيت أي دليل، لازم اتشكر القراصنة، رح نتجاهل هي الحادثة. وسألوا القائد: مين رح يكون بدل كوميجي؟ فقال له سوون: رح قرر بعد ما نرجع للقصر، فيك تروح هلأ. وراح الجنود، وسوون قال ليونا: بدك تقتليني؟ فصعقت يونا وقال لها: هذا طبيعي، بس ما فيني موت لسه، في شي لازم علي أعمله بالأول. وشال رداءه عنا وطلع جوات عيونا وهي مجمدة بمكانها وقال لها: وداعا يا يونا. وراح وتركها، وهي ضلت واقفة وضايعة وما عرفت كيف تتصرف، ووقعت على الأرض وبلش عيونا يذرفوا الدموع، وحطت إيدها على تمها وصرخت وانهارت من كتر القهر والغل اللي جواتها. وهاك كان عم يدور عليها فسمعها عم تبكي وراح ركض لعندها ولقاها منهارة وقال لها: شوفي شو صاير؟ وهي ضلت عم تبكي. وسوون راح لعند الجنود تبعه وسألوا الجندي: تأخرت، هل البنت كانت جذابة لهي الدرجة؟ فرد عليه سوون: بالواقع هي ما بتنتسى. وركب حصانه ورجع للقصر. بعدين يونا وهاك رجعوا لعند القراصنة، وكان كيجا نايم ويونا صحته، وكانت لطيفة زيادة عن اللزوم لأنها عم تحاول تداري ألمها والصدمة اللي عاشتها. فسألها كيجا: يا سعادة الأميرة أنت بخير؟ فقالت له: إيه كتير. وهي عم تمشي تعثرت ووقعت بحضن هاك. بعدين راحت لعند يون اللي كان عم يطبخ وقالت له: الاكل شكله بيشهي. وقعدت مع القراصنة لتتغدى وهي عم تاكل وسخت ثيابها، فقال لأحد القراصنة: انت وقعتي الاكل على ثيابك امسحيه. فوقفت يونا وشلحت ثيابها، فاجا هاك وغطاها وقال لها: روحي لغرفة القبطاني بالسفينة اذا كان بدك تغيري ثيابك. فطلعت فيه وخجلت من حالها وراحت ركض للسفينة، وشافها شينها فبعت سين جابه معها. ويونا فاتت للسفينة وغيرت ثيابها، فوقع منها دبوس شعر اللي هداها يا سوون، فحملته وتذكرت سوون وقالت جواتها: بما انك ما رحمت ابي فما رح ارحمك يا سوون. بعدين كانت قاعدة قدام البحر وعم تفكر، فنطق هاك وقال لها: عم تفكري فيني مو هيك؟ فتفاجأت يونا وقالت له: لك رعبتني، انت بتتواجد بكل مكان يا هاك؟ فقال لها: انا بتواجد وين ما بتكوني انت، تركتك تبعدي عني هذا الصباح، بس بما اني حارسك الشخصي فرح ضل ملتصق فيكي بشكل مزعج، اذا كان بدك اي شيء ناديني. فابتسمت يونا وقالت له: مين قال لك انه هذا الشيء بيزعجني؟ هاك، أنا بدي إياك تكون جنبي طول العمر، وين ما كنت ولوين ما رحت. فطلع فيها هاك وقال لها: أنا إلك. وكان كيجا وشينها ويون عم يسمعوا حديثهم، فقال لها يون: من المفروض إنك تقولي لنا هذا الكلام نحن كمان، ما بيصير تطلبي منه هو بس يضل معك. وكيجا قال لها: هذا صحيح يا سعادة الأميرة. ويونا انبسطت من حب أصدقائها لإلها وقالت لهم: يا رفاق، بدي إياكم تكونوا معي دائما، ورح نغادر قوة بكرة، فهل رح تجوا معي؟ فانبسطوا كلياتهم وقالوا لها: أكيد رح نضل سوا مهما صار. بالليل كانت مدينة قوة مزدهرة وكل الناس كانوا مبسوطين وسعداء.
وجيها كان قاعد لحاله عند البحر وعم يعزف. فاجت لعنده يونا وقالت له عزفك حلو، فقال لها تعالي جربي. وعزفت يونا وكان الصوت كله نشاز، فقال لها جيها انت قرصانة حلوة بس عازفة جيتار مستحيل. فقالت له شو عم تسخر مني؟ فقال لها لا كنت بس عم قول الحقيقة، انت ضئيلة وغير متزنة ومزعجة وضعيفة كمان، كما انك قطعتي كل المسافات لهون عم تدوري علي، انت مصدر ازعاج هائل. فقالت له لا تقلق ما رح اجبرك انك تجي معي بعد هلأ وداعا. وراحت. فمسكها جيها من ايدها فقالت له انا ما عم فهمك يا جيها. فقال لها انا رجل صريح جدا بحب قضاء ليلة الاحتفال مع فتاة جميلة. بعدين اجوا القراصنة وجيها عزف له الموسيقى منومة، وهنن كانوا متضايقين لانه رح يروحوا يتركن. فقال لهم انتو بتعرفوا قديش انا بحبكن بس لازم تناموا. واستمر بالعزف وبالفعل الكل نام. بعدين راح جيها لعند القبطانة وقال لها انتي امرأتي المثالية، يا ريتني اكبر بخمسين سنة. فقالت له خراس شو نويت؟ هل بتعرف مين بتكون هي؟ ما رح يكون اللحاق فيها سهل، هذا هو قدر التنين. فقال لها ما بعرف بس يبدو اني ما بقدر اتحمل ان تضل بعيدة عن ناظري. بالفعل رغم ضعفها وعدم امكانية الاعتماد عليها وبكاءها اثناء مضيها قدما، بس بريقة بيلتهمني الطريقة اللي اطلقت فيها هداك السهم اثارت شي جواتي، غرت شوي لما اطلقت على كوميجي بدلا مني. فقالت له القبطانة كان لازم تموت معه، اطلع من هون ايها المنحرف يلا. فتطلع فيها وقال لها رح اشتقلك ايتها الام الشرسة. فقالت له انت كنت ابني الشرس كمان، دير بالك على حالك ولا تنساني. الصبح اجا وقت الرحيل ويونا واصدقائها ودعوا القراصنة واهل المدينة، وكانت عم تلتفت وتدور. فقال لك كيجا على شو عم تدوري يا اميرة؟ فقالت له على جيها، كان بدي احكي معه واشكره. فقالت للقبطانة جيها اذا رجعتي في يوم من الايام فرح تشوفيه. فقالت لها يونا تمام. وقالت للقبطانة خبريني اذا احتجتي لقارب رح جهز لكم واحد، وكمان لسه وشك منتفخ بس انتي ما ضليتي البنت الصغيرة الضعيفة مثل اول، ما بتعرفي التنظيف وغسل الملابس او الطبخ، هذا جزء من عمل المرأة لازم تتعلمي قريبا لانه ما في حدا بده يتزوج بنت ما بتعرف تعمل شي غير انها متهورة. فانحرجت يونا وهاك قال لها هي مو مشكلة رح تلاقي زوج يغسل ثيابها وهي بتقص الاعشاب من الجبال. فعصبت يونا وقالت له انت خراس يا هاك. والقبطانة اعطتها نبات سنجوسو وحطت ايدها على راسها وقالت لها اوعك تمرضي يا بنتي. فحست يونا قديش القبطانة حنونة ودافية وشكرت الكل وانطلقوا. وفجأة وقفت يونا ورجعت ركض وهي عم تبكي لعند القبطانة اللي حستها مثل امها وضمتها لانها حبتها كتير. والقبطانة وكل القراصنة تأثروا وبلشوا يبكوا وكان الوداع صعب على الكل. بعدين رحلت يونا واصدقائها وكانت عم تبكي طول الطريق، ويون وكيجا كمان كانوا عم يبكوا معها. وبعدين يونا قالت لون انا ما ودعت جيها. وكيجا قال لها جيها فكرت انضم لنا. فحمل شينها سيفه وقطع شجرة فوقع منها جيها اللي كان عم يلحقون. وشينها قال لون كان التنين الاخضر قريب طول الوقت. فقال لجيها ما كان عندي اي شي لأعمله، لهيك انا فكرت انه السفر معكم ما رح يكون سيء. ويونا تفاجأت وانبسطت كتير. وجيها مسك ايده وقال لها ما في اتركك بعد هلأ، خديني معك يا يونا. فخبطوا هاك على راسه وقال له لا تغتر بحالك. ويون قال له صحيح انت رح تسافر معنا لهيك لازم تعترف فينا كمان. فوقف جيها وقال لهم تمام رح اعرف بحالي مجددا، اسمي جيها، انا وحش جميل وبرجلي اليمنى في تنين، سررت بلقائكم. وبعدين كانوا بالغابة وجيها مسك غزال وكلن فرحوا. يونا قالت له رجليك مذهلة يا جيها، لازم نلاقي التنين الأصفر خلال وقت قصير. فقال لجيها صح التنين الأصفر هو الأخير مو هيك؟ بعد قطع كل هاي المسافة أنا متشوق لشوف وشه. ولما كانوا عم يحضروا العشاء كان في شخص عم يراقبهم، ويونا مسكت سكين ودبحت الغزال. ويون سألها انتي ما صرتي بتتضايقي من دبح الحيوانات؟ فقالت له لسه صعب شوي، لما كنت بالقلعة ما كنت عم فكر بمسألة زهقنا لأرواح المخلوقات، الغفلان يعني تجاهل حقيقة انه هذا الغزال كان على قيد الحياة. ولما خلصت يونا سمعت صوت حدا قدامها فاطلعت فلقيت الشخص الغريب اللي كان عم يراقبهم وقال لها أنا مندهش يا آنسي انتي بارعة. وقال له يون لعابك عم يسيل مين انت؟ فرد عليه الشخص الغريب لا تقلق من شان هذا الشي أنا مجرد عابر سبيل ولعابي بيسيل على الدوام، اجيت لأني شميت ريحة شهية. فسألته يونا هل انت جوعان؟ فقال لها ايه جوعان لدرجة ما بتنوصف. فشويوا لحم الغزال اللذيذ وهاك اللون
من زمان ما أكلنا لحم، بالمناسبة مين هاد؟ فقال له يون سائح على ما بظن، ماني متأكد. بالمناسبة يا كيجا، هل بتعرف أي شيء عن التنين الأصفر؟ وين بيعيش وشو شكله؟ فقالت له يونا وفقا للأسطورة الأصلية فهو عنده جسد قوي كتير. ويون قال له ممكن يكون جسمه مغطى بحراشف صلبة، وقال له هاك أو ممكن يكون رجل ضخم وعظيم. ويون نادى التنانين وقال لهم يا شباب تعالوا لتاكلوا. وكيجا قال لجيها انت شو رأيك؟ وجيها رد عليه على الأرجح ايه. ويون سألون يا جماعة شو في؟ فقال له جيها بالواقع بعتقد انه هذا الفتى اللي عم ياكل اللحم هو التنين الأصفر. فاندهشوا كلياتهم، والتنين الأصفر قال لهم شو ناديتوني؟ عم شوف انك حصلتي على التنانين الأبيض والأزرق والأخضر كمان، حلو برافو. العصابة كلها هون، وكانوا كلهم مصدومين منه. فقال لهم لازم تسترخوا، زينو بيقعد مثل صبي مؤدب لما بياكل، عم تشوفوا؟ زينو هو اسمي. وكيجا قال له حسيت بقرب التنين الأصفر بس كان قريب كتير فشكيت بحالي، ما حسيت إن كنا قريبين؟ فرد عليه زينو ما بيهمني في كلتا الحالتين، أنا بس عم بتجول، أنا مو مهتم بشأن التنانين الآخرين. فقال له كيجا زينو اطلع، ما عم تحس بأي شي لما بتشوف الأميرة يونا سيدة التنانين الأربعة؟ فاطلع فيها زينو قال له من الوقاحة إنك تقول إني ما عم حس بشي، هي بنت حلوة كتير قلبي عم يدق. فقال له كيجا ما عم بقصد هيك، يعني ما حسيت بتدفق الدم جواتك الصحوة القوية؟ وهو ما رد عليهم وكان عم يلعب مع السنجاب. فقالت له يونا بما انك عم تسافر لحالك ممكن يعني هل رح يكون من الصعب انك تقدم لنا معروف وتنضم لألنا؟ كنا عم ندور على التنانين الأربعة ونطلب مساعدتهم، لهيك بدي منك انه. فقال له موافق. فتفاجأ الكل من موافقته السريعة وبلش يصافح فيهم ويقول لون سررت بلقائكم. والتنانين استغربوا كيف دخل معهم وانضم لألون بسرعة كبيرة. وقالوا كيجا أيها التنين الأصفر زينو، أنا التنين الأبيض كيجا، بملك قوة التنين بإيدي اليمنى، وإذا بدك تحمي الأميرة معنا فرجينا قوتك. فقالوا زينو أنا مو قوي كتير بس جسدي صلب. وراح هاك خبطه بوكس على وشه ليشوف مدى صلابته، وطار زينو ووقع. ويون قال له لك انت مو صلب، جسمك عادي جدا. فرد عليه زينو لا بس لكمة هذا الشخص كتير قوية. ويون فحص جسمه وقال له جسمك مو صلب وبشرتك اسفنجية، جسد وحش الرعد هاك اقصى بكتير، ممكن لو ما كنت بعرفه لفكرته هو التنين الاصفر. فقال له هاك ايه انا احتفظت بهذا السر بس بالحقيقة انا هو التنين الاصفر. فقال له كيجا انت لو كنت تنين كنت رح تكون تنين الظلام الشرير. وجيها قال لهم مهلا مهلا، للتنين الاصفر حياته الخاصة، ما بيصير انه تفرض قيمك على الاخرين. وكيجا تأثر وقال لهم بعد الاف السنين من عصر الاسطورة تحقق لم الشمل بجيلنا، انا تأثرت كتير بلقائكم جميعا. وكان عم يبكي. ويون قال لهم واخيرا التم شمل التنانين الاربعة بعد معاناة كبيرة. ويونا طلعت بزينه وحست انه جواته في دفى كبير جدا. بالليل كانت يونا عم تجيب الحطب فشافها زينو وراح ليساعدها، وحمل الحطب بصعوبة. فقالت له يونا كيجا بيحملها بسهولة بإيد واحدة. فقال له زينو أنا ما في ضاهية بس التنين الأبيض وديع وطيب. فضحكت يونا وقالت له ايه صحيح كيجا شخص وديع. فقال له زينو ايه هنن كلن هيك، انت وديعة كمان. فقالت له يونا بعرف شو اللي قالوا الاخرين بس بعتقد انك التنين الاصفر، من الصعب اوصف هذا الامر بس انت بتبدو مختلف عن الاخرين، عم اشعر انك بقعة ذهبية دافية مثل الشمس، ما التقينا من قبل بس عم اشعر بالبهجة بوجودي معك، اسمح لي اني اعرف عن نفسي بطريقة مناسبة، اسمي يونا، انبسطت جدا بلقائك ايها التنين الاصفر زينو. وهو اتطلع فيها وابتسم وكان جدا سعيد وراح يركض واتطلع بالسماء وقال شكرا يا رب على هذا اليوم الجميل. ويون كان عم يفكر وقال وفقا للأسطورة لما بيجتمع التنانين الأربعة بيستيقظ السيف والترس اللي بيحموا الملك، ورح يرجع التنين الأحمر عند الفجر، لازم نرجع لعند الكاهن إيكسو ليفهمنا شو اللي رح يصير. الصبح كانوا عم يمشوا لطريقهم لعند الكاهن إيكسو ووقفوا يستمتعوا بجمال الغابة. فشينها شاف بيت من بعيد وهو مدخل إقامة، فراحوا ليشوفوه وطلع هذا المكان هو فندق الينابيع الحارة. فاستأجروا غرف وزينو كان متحمس كتير وفاتوا للينابيع الساخنة ليستحموا ويستمتعوا. وكانت يونا بينبوع لحالة مفصول عنهم وكانت سعيدة جدا، وزينو ويون كمان كانوا مبسوطين. وجيها قالون يونا بالجانب الآخر صحيح؟ ممكن تكون وحيدة رح روح معها لسلية. فطلع هاك سلاحه بوشه فقال له جيها كنت بس عم بمزح يا هاك.
فرد عليه هاك اوعك بس تفكر هيك. وشينها كمان نزل للينبوع الساخن، بس كيجا ما كان بده ينزل معهم، فراح لعنده جيها وسأله ليش ما بدك تنزل؟ في مشكلة؟ ليش عم تخفي ظهرك؟ ولما اطلع لقى اثار جروح بظهر كيجا، فانصدم جيها وقال له هي مو ندبة معركة صحيح؟ فقال له كيجا ايه هي مو ندبة معركة، لهيك تركني روح. وراح كيجا وضل جيها واقف مصدوم، وضل طول الوقت عم يفكر بهذا الموضوع، وقال جواته هي مو ندبة جديدة، هي عندها أكثر من 10 سنين، هي مثل مخالب التنين. معقول؟ بس هو مو شخص ممكن يأذي حاله، إذا كنا عم نحكي عن شخص آخر غير كيجا، التنين الأبيض السابق. بعدين كان جيها عم يمشي فلقى كيجا قاعد وحاطت ايده على راسه، فقال له كيجا لا تقلق ما رح خبر اي حدا، لهيك روح بعد ما يطلع الكل. فقال له كيجا لا هذا مو ضروري انا ما بدي. فقال جيها جواته هذا خطير، كيف كيجا اللي دائما ايجابي وقوي الارادة بيوصل لهذا الحد؟ وفجأة اجت يونا اللي كانت حلوة كتير وقالت له شبك يا كيجا، هل اغمي عليك بالحمام؟ فقال لا لا انا ما رحت. فقالت له ليش؟ فقال لا انا. فتدخل جيها وقال لها لا انا اللي طلبت منه ما يروح لانه تعبان شوي. فقالت له يونا وشك كمان اصفر، وقربت منه وحطت ايده على راسه لتتفقد حرارته وقالت له لازم ترتاح شوي. فخجل كيجا ووشه صار احمر وقال لها لا لا انا بخير. فقالت له يونا تمام لا ترهق حالك، وراحت وتركتهم. وكيجا سأل جيها وقال له هل ريحتي طالعة؟ فقال له جيها لا ما في شي لا تقلق. فقال له كيجا الأميرة عندها عطر حلو أنا خجلان لأني ما استحميت، رح روح واستحم بالبير. وراح كيجا ليستحم بالمي تبع البير، وبهي الأثناء إجا هاك، وجيها وقف بطريقه مشان ما يشوف ظهر كيجا المجروح. فقال له هاك انت شو عم تعمل؟ فرد عليه أنا عم بتدرب شوي. وكيجا كان عم يستحم بالمي البارد، وجيها كان عم يعمل المستحيل ليبعد هاك من هون. وهاك عصب كتير، وكيجا خلص وما قدر يلبس ثيابه وهو مبلول، فشافوا جيها وقال له ليش انت هيك؟ لك ظهرك مكشوف روح البس ثيابك. وشال جيها قميصه وغطاه فيه. فاجت يونا والاخرين وقالوا له كيجا سمعنا انك تعبان هل صرت احسن؟ فجيها خاف انه يشوفوا ظهر كيجا فحملوا على ظهره وكان رح يقفز فيه. وفجأة اجى عنكبوت بظهر كيجا فصعق وبلش يصرخ لانه بيخاف من الحشرات، وقال لهم لك شيلوه من ظهري مشان الله. فانصدم جيها وقال له شو هذا الشيء ظهرك شو يعني؟ فقال له كيجا هذا الشيء هي الحشرات بتزعجني لما بروح للينابيع الساخنة، لهيك ما رحت استحم معكن بسرعة شيلوه. فتذكر جيها كل شي واكتشف انه كيجا ما راح للينابيع لانه بيخاف من الحشرات مو مشان الجرح اللي بيظهره. بعدين نزل كيجا للينابيع الساخنة وكان مع جيها وقال له أنا فكرت إنه جروحك عم تسبب لك عقدة نفسية. فقال له كيجا الجروح اللي بظهري كانت عن طريق التنين الأبيض السابق اللي هو أبي مباشرة بعد ولادتي. وبلش كيجا يحكي له لما كان طفل رضيع وأبوه هاجمه لما عرف إنه هو التنين الأبيض الجديد، والحراس كانوا عم يمسكوه وهو بحالة انهيار وكان عم يقول تركوني أنا هو اللي رح أخدم الملك هيريو. جدي قالت له من هلأ ورايح هذا الطفل رح يكون التنين الأبيض المقدس اللي بيهدد سلامة هذا الطفل فرح يعتبر مذنب. وكان الأب عم يبكي. وبعد مرور كم سنة تم نقله لمكان تاني ومنعوا كيجا أنه يلمس أبوه. وبيوم وفاة الأب كيجا حس بهذا الشيء فاستيقظ وراح ليشوف أبوه وطلب من الجدة وقال له من فضلك أنا بدي أشوف أبي حتى لو كانت بس نظرة من بعيد. فقالت له الجدة ما فينا جسد التنين الأبيض السابق بحالة سيئة لازم نستنى لفترة أطول. فطلع كيجا وراح للمكان اللي موجود فيه أبوه وتسلق الجدار بس ليلقي نظرة على أبوه. وبالفعل طلع لغرفة أبوه ولما اطلع فيه كان أبوه تعبان كتير وجسمه صار نحيف جدا وإيد التنين صارت إيد عادية. فقال له أبوه في حدا هون؟ الجدة أيتها الجدة طلعي بهي الإيد هي صارت إيد عادية، مخالب التنين القوية ما إلها أثر هلأ وهديك القوة ما عادت موجودة، هل هلأ فيني ألمس ابني؟ هل يسمح لإلي بساعاتي الأخيرة إني شوف ابني وضمه؟ فبلش كيجا يبكي وراح ركض لعند أبوه اللي عم يموت ووقع عليه وهو عم يبكي بشدة وما قدر يحكي ولا كلمة. وأبوه عرفه وبكي هو كمان وضمه لآخر مرة ومات الأب المسكين وتم دفنه وكل أهل القرية حزنوا عليه. والجدة قالت لكيجا يا ابني سامح أبوك. فقال لكيجا جدتي ما في شي لحتى أنا سامحه عليه.
وبالليل جيها كان قاعد وعم يفكر، فإجا لعنده هاك وقال له أنا جبت شراب، هل بدك نسهر سوا؟ وقعدوا هن الاثنين ليستمتعوا بالأجواء. الصبح كانوا كلهم بالينابيع الساخنة، وفجأة يونا نادت على هاك وطلبت منه صابون، فكلهم طلعوا صابون ليقدموا لياه، وبدل ما تاخد يونا صابون واحد أخذت ستة وقالت لهم قديش كن زراف. بعدين طلعوا ليكفوا رحلتهم، وبالليل كانوا قاعدين وسهرانين، ويونا كان بدها تنام، وهاك قالها لازم تروحي تنامي، فقالت له هاك سمع بدي قلك شي، أنا بحب ونامي. فحملها هاك واخدها للخيمة وحطها بمكانها، ولما اجى ليقوم مسكته من ايده وطلع فيها وقال جواته يا عمري قديش حلوة وانتي نايمة. بعدين كان الكل نايمين، وزينو كان عم يحلم بحياته بالماضي لما كان عم يخوض الحروب مع الملك هيريو والتنين الابيض الاول والتنين الازرق الاول والتنين الاخضر الاول، وكان مع الملك هيريو لما اسس مملكة كويكا مع التنانين. وفي يوم كانوا التنانين واقفين مع الملك هيريو، وزينو قال له سيدي الملك انا مو مناسب لقيادة الجيوش او رئاسة اي قبيلة، لازم حدا تاني يتولى هذا الامر، من بين التنانين الاربعة انا الوحيد اللي ما بملك اي قوة، واثناء المعركة انا عبء كبير عليكم. فقال لهم التنين الاخضر قالوا انه التنين الاصفر منح جسد قوي بس هي مجرد كذبة مو هيك؟ فقال له زينو بس جراحي بتشفى بسرعة، لما بتأذى بتشفى جراحي على الفور. فقال له التنين الابيض كل الصغار جروحهم بتشفى بسرعة. فرد عليه زينو لا الامر مو هيك طلع منيح، وضرب زينو ايده وجرحها، فقالوا له يا غبي شو اللي عملته، ولما طلعوا بايده ما كان فيها اي جرح، فزهلوا كلياتهم وصعق الملك هيريو وراح لعند زينو وضمه. وزينو تفاجأ وكل التنانين الآخرين استغربوا، فقال له زينو سيدي الملك شوفي. فشال الملك هيريو القلادة من رقبته وعطاه إياها وقال له لما هبطت من الأرض التنانين الأخرى منحتني هي القلادة. زينو أنا عم بهديك إياها هلأ، هذا برهان أني دائما جنبك. فتفاجأ زينو من تصرف الملك هيريو الغريب، وبقية التنانين غاروا وقالوا للملك شو انت منحته هو لحاله؟ شو مشاننا نحنا؟ فقال لهم الملك شو؟ في واحد بس كان بدكن انتو كمان؟ فقالوا له لا ما بدنا. وكان الملك هيريو عم يضحك من كل قلبه لأنه بيحبون كتير، وكانوا التنانين عم يشعروا بارتباطهم بوجوده. وفجأة اجى لعندهم جندي وقال له يا سعادة الملك في قبيلة من الشمال عم تغزو أراضينا. وراح التنانين الثلاثة ليتصدوا لهم، وزينو قال لهم استنوني أنا كمان بدي إيجي معكم. فقال له الملك هيريو هي الحروب ما بتخلص، السلام الأبدي مجرد حلم مستحيل يتحقق على ما يبدو. وقال له زينو بدي قدم يد العون بالرغم أني ما بملك أي قوة بس بدي قاتل معكم. فرد عليه الملك هيريو أنت ما رح تقاتل، أنت ضل خلفي وبس. فتفاجأ زينو من الملك وقال جواته الملك هيريو ما سمح لإلي أني قاتل من قبل، وما رح يسمح لإلي أني أوقف معه هي المرة. وكان التنانين الثلاثة عم يحاربوا بكل قوتهم، وكان الكل بيهابون، وكمان كانوا مستهدفين من الأعداء. وفي يوم كانوا عم يقاتلوا والتنين الأزرق وقع لما استخدم قوة عيونه، فالتنين الأبيض قال لزينو خدوا لمكان تاني إذا أصبت بأذى فالملك رح يبكي. فحمل زينو التنين الأزرق وراحوا ليتخبوا، وبالطريق طلع له جندي من الأعداء وضربوا بالسيف وقصموا لنصين، وهون زينو قطع جسمه ووقع بس ما مات. المفاجأة كانت انه الجروح كانت عم تلتئم لحالها وما صار له شي، فالجندي ارتعب وهرب، وزينو كان مصدوم من اللي صار معه وما فهم شي ابدا. ومرت السنين، وفي يوم زينو حضر الاكل للملك هيريو اللي كان تعبان وقال له شكرا لك يا زينو. التنانين الاخرى كبروا بالسن، فقال زينو جواته انهم يكبروا هو امر جيد مو هيك؟ عم بتسأل ليش لما عم شوف هدول عم يتقدموا بالسن وانا لساتني مثل ما انا عم بشعر بالهلع. فمسكوا الملك وقال له شوفي انت مو على طبيعتك المرحة المعتادة، في شي عم يقلقك؟ ما فيني نام اذا كنت بتتصرف على هذا النحو يا زينو. فقال له زينو يا سيدي هل جسدك بيوجعك؟ فقال له الملك تمام هو عم ينهك اكتر بس هذا بسبب سني لا تقلق. فقال له زينو جسدي ما بيألمني، انا ما بتعب وما بشعر حتى بالمرض، لما بنجرح بتألم بس الألم بيزول كما لو انه لم يكن، انا بصحة مذهلة، هذا جنون، خبرني شو هي قوة التنين الاصفر تحديدا.
هل انت بتعرف يا سيدي الملك؟ بترجاك اللي وكان زين وخايف وعم يبكي، والملك هيريو ضمه وما حكى شي ابدا. وبعد ايام مات الملك هيريو بدون ما يجاوب زينه، والتنانين كلهم حزنوا على فراقه، وكانت عم تصير نزاعات وحروب صغيرة احيانا، والتنانين الثلاثة كانوا عم يتصدوا لها. وفي يوم التنين الازرق وقع بقبضة الاشخاص اللي بيستهدفوا قوى التنانين الاربعة، وتمكن التنين الابيض والاخضر من انقاذه. بس بعد هاي الحادثة التنين الازرق اخفى عيونه وعزل حاله بقبر الملك هيريو، وبهذا الوقت صار وجود التنانين الاربعة لحاله سبب اشعال الصراعات. فاضطر التنانين الثلاثة انهم يغادروا القلعة، وكان الناس قلقانين لانه ما عاد في مين يحميهم. فقال لهم زينو انا رح ضلوا احمي الجميع، لهيك لا داعي للقلق. فقالوا له بس التنين الاصفر ما فيه يقاتل. فقال لهم اطلعوا، هي شارة التنين منحت للملك هيريو من السماء وهو هداها لإلي، وهذا بيعني انه الملك هيريو نقل وصيته لإلي قبل ما يموت، انا هو الكاهن الجديد. فاطمن كل الشعب وركعوا قدامه، وهيك تمكن زينو من تهدئة الناس، وطلع التنانين ليغادروا القلعة، وكلهم وضعوا بعض، وزينو قال لهم انه رح يضل هون بس لفترة من الوقت، ليهتم بالامير الصغير وبعدين هو كمان رح يغادر، واتفقوا انهم يلتقوا مجددا. وافترق التنانين وكل واحد راح بطريق، وضل زينو المسكين وحيد بالقلعة بدون أصدقائه. ومرت 20 سنة، وكان زينو دائما عم يفكر بأصدقائه التنانين والملك هيريو. وفي يوم اجى لعنده الأمير وقال له من الواضح انه في جنود أقوياء جايين لناحية مملكة كويوكا، هل لازم علينا نروح ونواجههم؟ فقال له زينو لا تخاف، أكيد ما رح يصير شيء. وراح زينو أخذ سيف الملك هيريو وانطلق ليواجه الجنود لحاله، وهو بالطريق حس انه التنين الابيض مات، فصعق وبلش يواجه بالجنود، وكانوا عم يضربوه بس ما كان عم يموت، وطعنوه عدة طعنات وهو كان عم يبكي لموت اصدقائه، وكان جسمه عم يصير اقوى كل ما ضربوه. وبلش زينو يقطع فيهم، وكان قوي جدا وسريع وما بيموت ابدا. وبعد ما قضى على كل الجنود انهار وبلش يبكي وقال مات كل التنانين وانا الوحيد اللي ضليت، انا ما بدي هذا الشي، لا تروحوا وتتركوني. وبعد كم سنة زينو كان مثل ما هو ما تغير، لهيك كان الناس بالقلعة خايفين منه، فعين خليف لإله ورحل من القلعة، وترك القلادة اللي عطاها لإله الملك هيريو للكاهن اللي بعده. بس بعد ما طلع من القلعة رجعت القلادة لإله، وكأنه هي كانت إرادة الملك هيريو، أو أنه هي القلادة كانت بدها منه امتلاكها. وكان عم يمشي من مكان لمكان، ولاحظ زينو شي غريب، وهو أنه بعد موت التنانين الثلاثة إلا أنه لساته عم يشعر بوجود التنانين، وقرر يروح لأماكنهم، واكتشف أنه التنانين بيولدوا من جديد. ومرت الأيام، وفي يوم ممطر وقع زينو مغمي عليه في الغابة من الجوع، فلقيته بنت وأخذته لبيتها، ولما فتح عيونه قالت له البنت أخيرا فقت، استنى شوي رح حضر لك الأكل، من الجيد إنك على قيد الحياة. فقال لا ما بدي آكل، أنا بدي موت. فاستغربت منه البنت، وبالليل سمع زينو صوت البنت وهي عم تسعل، فراح لعندها وكان عم يطلع دم من تمها، وقالت له أنا بخير هذا عادي، أنا عندي مرض وبعيش لحالي مشان ما صيب الآخرين بالعدوى، بعتذر كنت رح تعميك وأتركك تروح من غير ما تعرف هذا الشي، لازم عليك ترحل بسرعة. فحملها زينو وقالت له ما لازم تلمسني. فقال لا أنا ما بمرض، آسف أنت قدمتي لي طعام وما تشكرتك. فقالت له هذا مو مهم، شو اسمك؟ فقال لا زينو. فقالت له اسمك حلو وسهل الحفظ، أنا اسمي كايا، صار لي زمان ما حكيت مع حدا، كان هذا اليوم حلو كتير، وداعا زينو. فصدم زينو صرخ وقال لا كايا لا تموتي. ففتحت عيونه وقالت له شبك؟ فقال لا أنت عايشة؟ فكرتك متي. فقالت له أنا على قيد الحياة، بس رح يكون من الأفضل أنك ما ترجع لهون لأنك رح تنعدي، لهيك قلت لك وداعا. فقال لا كايا انت اهتميتي فيني، لهيك رح ردلك هذا الدين. فقالت له اني تمكنت من الحديث مع حدا، هذا يسعدني كتير. وعاش زينو مع كايا، وكان عم يشتغل ويشتري اكل، وكانوا هن الاثنين سعداء وبيقضوا احلى الاوقات مع بعض، وزينو حب كايا كتير وهي كمان حبته اكتر، لحتى اجى اليوم اللي كايا تعبت كتير وصارت عم تسعل دم كتير. فزينو خاف عليها وخاف انه يخسرها، فقال لها كايا انا بدي اعيش معك للابد. فقالت له للابد شي مستحيل انا. فقال لها كايا
أرجوك تزوجيني أنا بحبك. فصدمت كايا وبلشت تبكي وزينو ضمة وكان دائما بيدعي لها بالشفاء، بس القدر كان عنده رأي تاني. وإجا اليوم اللي كايا كانت عم تموت فيه واتطلعت فيه وقالت له زينو شكرا لإلك، بس رح نلتقي مرة تانية بالسماء. فقال لها ايه رح نلتقي. وماتت كايا المسكينة وضل زينو ماسك ايدها لمدة 20 سنة. بعدين دفنها وراح بطريقه، ومرت السنين وضل زينو عم يفكر انه التنانين ولدت لتحمي الملك هيريو، ولما بيموتوا تورث قواهم للجيل الجديد الا التنين الاصفر. وقال جواته الملك هيريو، هل رح يرجع الملك هيريو؟ هل رح شوفه مرة تانية؟ هل رح تجتمع التنانين الاربعة مجددا؟ ما بيهم قديش رح تمضي من السنة، السبب بوجودي هلأ هو اني عم بستنى ظهور الملك هيريو من جديد، ورح استنى هذا الشي لمئات وآلاف السنين. وبعد 2000 سنة راح زينو زار كيجا لما كان طفل، وزار كمان شينها وراح لعند جيها، وضل زينو عم يتجول لحتى ممكن يلاقي سبب وجوده على قيد الحياة، وكمان مشان يشوف عودة الملك هيريو. ممكن بعد ظهوره راح يتمكن زينو انه يكبر ويموت مثل كل الناس. واجت يونا والتنانين صحوا زينو، ولما فتح عيونه شافهم وقال لهم تعالوا قربوا، وضمهم كلياتهم وكان مبسوط باجتماعه مرة تانية مع التنانين والملك هيريو اللي هو يونا. وبعد رحلة طويلة اخيرا وصلوا لمكان الكاهن ايكسو، وكان يون مبسوط، ولما فاتوا على الكوخ لقيوا ايكسو واقع بالارض. فراح لعنده يون وقال له إيكسو شو صار معك؟ رعال جراحك. فطلع فيه إيكسو وقال له اجيت يا يون؟ أنا كنت جوعان وتعثرت وقعت. فعالج يون جروحه وقدموا له أكل، وإيكسو تحسن وقال لهم بالكاد نجوت من الموت. فقال له كيجا أيها الكاهن بنعتذر على زيارتنا المفاجئة، بيشرفني لقائك. وطلع فيهن الكاهن إيكسو وكان مبهور وقال لهم من الواضح انه مجموعتكم كبرت، عم تظهري انك خطي لكتير من الامور يا سعادة الاميرة يونا. فقال له يون حصلنا على التنانين الاربعة، شو هو السيف والترس اللي بيحموا الملك؟ فقال لهم إيكسو انا شفت نبذة من قدرك ومستقبلك يا اميرة يونا، انتي هي الملك هيريو والتنانين الاربعة معك هلا، يعني الاسطورة رح تتحقق ورح تستلمي عرش والدك وتكوني انتي الملكة على مملكة كويوكا، ورح يكون الملك اللي بجنبك هو هاك، والتنانين رح يضلوا معك ويحموكي طول عمرك، ومشكلة زينو رح تنحل. اما يون فرح يصير طبيب القلعة. وقال له يون طب شو مصير سوون هلأ؟ فقال له زينو بعتقد انه سوون ما رح يعيش كتير، لانه خلال معرفتي بتاريخ العائلة فسلالة سوون عندهم مرض نادر وهو بيقتلهم بعمر صغير، لهيك بعتقد انه نهايته رح تكون الموت. فقال له إيكسو بالضبط، يا الموت او انه يختفي وما حدا رح يعرف له طريق، بس انت يا اميرة لازم تعيشي قدرك مثل ما هو وتحاربي الفساد والشر بكل مكان. فتفاجأ الكل وتحمسوا بنفس الوقت. بعدين كانت يونا قاعدة عند الشلال، فراح لعند إيكسو قال لها انت خايفة من قدرك؟ فقالت له انت قلت انه هاك رح يكون جنبي كملك، بس هل بتعتقد انه بيحبني؟ انا بحبه لهاك، بس هل هو كمان عنده نفس هي المشاعر اتجاهي؟ ام بس هو عم يعمل بوصية ابي وعم يحميني طول الوقت؟ هو بيعرف اني كنت بحمل مشاعر لسوون من زمان، هل رح يتغاضى عن كل هاد ويحبني؟ انا كنت شخصية جاهلة وقليلة خبرة ووعي وما كنت بعرف شو يعني حب، بس بعد اللي عشته مع هاك تأكدت انه الشي اللي كنت حسه لسوون هو مجرد مشاعر طفولية، بس هل هاك رح يصدق مشاعري؟ فقال إيكسو اسمعي يا يونا، هاك بيحبك مثل ما بتحبيه ويمكن اكتر، بس لازم هو اللي قلك هذا الشي مو انا. وكان هاك واقف وعم يسمع هذا الحكي. وبالليل كان الجو عم يمطر والكل كان نايم، ويونا كانت عم تتدرب بالسيف تحت المطر. فظهر هاك وقال لها عم تتمرني على المبارزة بالسيف؟ هيك رح تمرضي، يلا ندور على ملجأ بين الصخور. وراحوا تخبوا بكهف. وهاك قال لها ما عم تتوقف الأمطار، إن شاء الله ما بيفيد النهر. فقالت له أنا شو بالنسبة لإلك يا هاك؟ فطلع فيها وشال المعطف تبعه وغطاها فيه وقال لها أنتي كل شي بحياتي، أنا بحبك يا أميرتي. فتفاجأت يونا وقالت له أنا كمان بحبك، وضمها وضمته وعطاها هاك قبلة على جبينها، وكانوا هن الاثنين سعداء لأنهم وأخيرا اعترفوا لبعض بمشاعرهم.
والصبح انطلقت يونا مع أصدقائها لتواجه قدرة وتكفي طريقة، واتطلعت بأصدقائها وقالت لهم مدوني بقوتكم جميعا، وكلهم تحمسوا وكانوا واقفين معها. وهيك يونا تمكنت من تحقيق الأسطورة، وتمكنت من تجميع التنانين الأربعة لتستلم عرش مملكة كويوكا مثل ما صار مع الملك هيريو. والشي اللي صار معها كان قاسي كتير، بس كمان كان هو اللي خلاها تكتشف شخصيتها الحقيقية وتتعرف على أصدقاء صادقين ومخلصين، وكمان عرفت الحب الحقيقي واللي هو هاك. وانطلقت الأميرة مع التنانين الأربعة ويون وحبيبة هاك لتستلم عرش المملكة. وهيك انتهت قصة فجر يونا، فبتمنى تكونوا حبيتوها واستمتعتوا فيها. هي القصة خلصت، بس لسه في كتير قصص جاي. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك واشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. وبالنهاية بدي أقولكم كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة السنة الجديدة، وإن شاء الله يا رب هالسنة تفوت عليكم بالخير والصحة والسعادة عليكم وعلى كل أهلكم يا رب. كان معكم رفيق من قناة ريكورايز، شكرا والسلام عليكم.